وأنا عايز أقول لكم إن هم أيضا قدموا لنا كتير قوي، كل الأشقاء العرب أثناء الفترة الصعبة اللي مرت على مصر في من أول 3/7. الحقيقة كان دعمهم قوي في وقت من أصعب الأوقات اللي مرت على مصر، وأنا برضو هنا بسجله لينا والشعب المصري. يمكن الناس يقولوا احنا عارفين الكلام ده، أقول اللي عارفين الكلام ده فقط يمكن اللي سنهم كان 20 فما فوق في الوقت ده، لكن اللي كان عنده 10 سنين من 7-8 سنين ما كانش يعرف قوي. فأنا بقول له عشان يعرف، نحن لا ننسى الفضل اللي من أصحاب الفضل اللي تفضلوا علينا وقفوا جانبنا، لن ننسى هذا الأمر. وأكد لكم لما كنا بنفتتح محطة بحر البقر قلنا دي من الصناديق العربية. نعم، الصندوق العربي الكويتي أو الصندوق الكويتي، الصندوق السعودي، الصندوق الإماراتي، الصناديق دي هي اللي قدمت لنا هذه القروض حتى نستطيع أن نقيم بها مشروعات يعني بائتمان ميسر وعلى مدى زمن طويل. فأيضا لهم مني كل الشكر وكل التقدير. خليني أقول لكم أن أنا أتكلمت في الموضوع ده قبل كده، لكن هتكلم فيه تاني، لأن أنا من الجيل اللي هو شاف 67 كويس. والعبرة هنا مش بالسن، أتصور العبرة هنا بحجم يعني حجم الاهتمام، حجم الوعي. يمكن أنا شفت الفترة دي كانت فترة من أقصى الفترات اللي مرت على مصر، وعايز أقول لكم إن بعد 67 كتير من الناس اللي عاشوها يعني مش موجودين دلوقتي عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن أنا من الجيل اللي شاف ده، صغير وكنت شوية يمكن، لكن لا أنسى، لا أنسى أبداً ما حدث، ولا أنسى أبداً التداعيات اللي نجمت عنها. تداعيات كان في جدر وتحديات من اليأس، كانش في ثقة أبداً، كانش في أمل. وأنا بقوله لأبنائنا الضباط الصغيرين وحتى للشباب الصغير، في فرق أنك أنت تسمع وأنك أنت تعيش.